خروجات على السريع صايره. نبدا هيك بدون تخطيط. بس يلا يا رب ما فشلنا. بس السلام عليكم. عليكم عليكم السلام ورحمه الله. مساء الخير. مساء النور. يا هلا 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 على الصوم. هلا والله بالشباب. ايه هلا بابا. الله صاحي. كيف حالك؟ لا شو مبشر بس عشان اول شيء شخصيات وكذا. اول نص النوم يبينوا هيك يعني صوتهم هيك. احنا دقيقتين بكون تحت. لا خير ان شاء الله. بمزح معك اذا ما بكونش الاسم الصاحي. انا ابراهيم حتي لي. قررنا نعزمك على الفطور. لا قوية على الصوم. ما بمزح معك. قلت لي بكون تحت يعني اذا ما نزلت راح نروح نفطر لحالنا. لا انا اصلا اعتبرني تحت عينا على اساس في السيارة راكب. طب يلا. طب يلا حلو. مفاجأة جميلة. اشكرك على الصوم. حياك. يلا نازل طول. يلا بانتظارك احنا. حبيب القلب. الله يرضى عليك. مشكورك. السلام عليكم ورحمة الله. اخباركم؟ جايكم فيديو جديد وفلوج جديد. في هذا الفلوج راح بدي احكي لكم قصة بس مش هلا. تابع الفلوج وحتعرف شو ايش 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 قاعد بحكي هلا انا. فبس والله خلينا نروح نشوف بابا وناخده ونفطر معه وهيك ونتفاهم. يلا. تفضل حاج. السلام عليكم. السلام عليكم. حاج بس معلش هو ركب قدام اول. لا اتوكي. انا كنت بستنى اصور بس. لا انا رايح. يلا سلام عليكم. ما عندي سياره. سياره وليد اخذها. احضر لي اخذها بعدين بقول لك. يلا تفضل. مفهوم والله. ما حلوه. تفضل عاد. لا والله جنبي. ما برجع ورا. اوكي يلا تفضل. السياره لحالها. اوكي يلا. لا بس عشان التصوير تعرف. قاعده حلوه ورا. صباح الخير حج. صباح الورد. شو اخبارك؟ والله بخير. عندك خيارات. حمص وفلافل. وعلى بس اللي قدامك عشان شارجة. حمص وفلافل. حمص وفلافل وفول. اوكي. حمص وفلافل وفول وفتة. تمام شلونك؟ تمام حياك الله. اختار اللي بدك اياه حج. بس كلها خيارات مغرية. خلاص انا بحب الخيار الرابع. تمام. ايوه. تمام. طب من هناك الروحة. وين؟ من هون. وين خلاص؟ على الحين نطلع ولا شو؟ لا يعني تحسن اذا بدكم. زعبلكم. والله ما اعرف. انا على ذوق مرهوم اليوم. تمام. مرهوم بده حمص وفول وفلافل وفته. خلاص اذا مع مرهوم اليوم. شكرا على الصوم انك انت عارف انا شو بدي. تفضل حاج. انا جاي معي احتياط الفلوس. لا خلص دفعت امبارح يمكن 200 دينار عادي. خذ راحتك يعني. تفضل. هلا بكيف راح يدفع. تفضل. بابا عندك اغلبك بدنا ربع صحن حمص. ايوه عشان انا عازبك ما بدنا نكثر حج. لا انا جاي مع سدانين. والله ربع صحن خليه بنص ونص حبه ونص صحن فول وثلاث حبات فلافل واحده بواحده بواحده. خلص بكفي عشان الدايت. الدايت كثير كثير حج. معناته انت معك تحت سيارة؟ لا خلاص ما في داعي. لا حد تدلل. خلاص؟ وتدلل بدك اياه. معك صحن كامل. لا حد. جيب صحن كامل. عصور وليد احنا قاعدين بخونك الحين. وليد نايم هلا مش فاضي. احنا مش عارفين انت وين ساكن. دور عليك. دورنا عليك في بيتنا لقيناك. هلا بنحكي له وين ساكن وليد. خلاص اوكي. يلا. هلا بنحكي له وين ساكن. صحة وهنا. صحة وهنا. بدكم ايش تاعي؟ بصل خيار جزر كله موجود يعني. بتحبوا ايش تاني بجيب لكم؟ خلاص صحة وهنا. صحة وهنا. نص الحمص ما وصل. ربع لو سمحت. كنا بنزح معكم يا اخوان. هاي الاكل عن جد. الموضوع وسع منا شوي. الله يا عيني. اشكرك. تدللوا يا اخوان. اشكرك. حبيبي حج. صحة وهنا. انت في قلوبنا. وليد كأنك ماكل معنا. وليد سحب علينا. وليد اكل عني وعنك يا وليد. يعني
جايب لكم فلافل محشي هاي غاليه. الله اكبر. الله يحمل ابونا جميل. اكلنا هوا مش اكلنا. لا لا تفضل تفضل صح وانا على قلبك. شكرا عصوم حبيبي حبيبي دايم يا عصوم حبيبي صح وانا وفيت وفيت تعال كل يوم مش كل يوم كل يوم يعني بس تعالي وانا كنت عنك وريد اعتبر حالك شبعت. لا وريد اكل عنا كلنا والله اكل عنا كلنا الله يسامحك حبيبي. اوكي اخوان الشهر السابع على التوالي بابا يجيبنا على محلات الاثاث عشان هاي عشان هاي هذول بيسموهم الفاينل تاتش. فاينل تاتش مين حد يعني مثلا الكربيات بنصح دي ضايل بس نحط لهم شويه كوسين عشان ايش عشان نكسر اللون عشان نكسر اللون والله كسرت كل كسرت كل شيء انت حد لسه لو تاخذوه معها جراي شوف الجراي مع احنا جراي فاتح. طب احنا ما حد ناس بيستنوا جوله بالبيت والله ماشي ما احنا بس نخلص عشان يشوف شيء جميل لان الله جميل ونحب الجمال صحيح بس برضو يعني الناس بيستنوا يلا يلا حبيبي ضايل بس ايش حكينا الفاينل فاينل تاتش تفضل تفضل طرز اه بابا شو بدك قال لي اصوره يا اخوان قبل ما يتعب اه لا بس انه وصلنا مرحله الزين في الاشجار الجميل اه والله حد البيت صار عندنا كله غابه خلص في ارجع البيت يبقى بغاءات بالبيت بس لسه عصافير هاي الأشياء كمان جميلة في الشقة، ما عندنا حط المكان عليها لفوق. آه. حلو والله كل إشي جميل بس يعني. ممكن آخذ هاي. هاند ستاند. عليه أشياء جميلة. بس ما بعرف إذا هاي حلوة أو لا. بناء على سعرها شكلها حلوة. شكلها مش حلوة. على حلوة. صباح الخير صباح الخير يا نايم يا اللي ساحب علينا اوكي يا سحبه تمام شو احكي هلا كيف ممكن يصحى يعني مثلا اوكي مثلا ما بعرفش يا شب قوم عارف ما هتصحى هيك انت نايم يعني طب قوم خلص صحصح اسمع في اكمل سؤال بدي اسالك اياهم الناس حابين كثير يعرفوهم والله اسمع شيء كثير خرافي بدي احرجك طب قوم خلص يلا قوم اخلص يلا اوكي يا جماعه مرحبا فيكم واهلا وسهلا زمان عن قعداتنا يا اخوان احنا انتوا يعني لا تدققوا كثير لانه احنا بنحاول ما بين اثاث البيت لانه ماما وبابا مش مخلينا نصور بيحكوا بس يجهز البيت ما جهز البيت والله جهز البيت لا لسه ما جهز البيت البيت بقيله يمكن برواز بس جماعه اكتبوا لنا اذا متحمسين تشوفوا بيتنا والله بعد التغيير اللي صار تغيير جذري كل شيء تغير المهم يا جماعه انت ليش صحيتني صح انت ليش نايم عشان نعسان لا مو كيفك بلا. المهم يا الرجل جماعة. الرجل اللي حيتزوج ما بصير ينام ما دخلك شو دخلك ما بصير تنام شو دخلك افترض انت بكره جاك اولاد اوكي بدك تنام بس يجيني اولاد مش حنام طيب ماشي اوكي وليد اول اشي نعم ليش ما كنت نايم عندنا بالبيت انا ما كنت يعني كنت اسمع صح 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 كنت كثير مبسوط انت برا البيت انت ما كنتش نايم بالبيت اصلا لا بس انا كنت يعني نمت بعدين بس انت تاخرت يعني. انا تاخرت لانه كان عندي جامعه كان عندي اساينمنتات ومشاريع لازم اخلصهم وما كان لك مكان بالبيت اختصر لا كان لا ما كان غير مرحب فيك بالبيت عندنا انت شو بدك اوكي يا جماعه وليد ما ليش ما كنت نايم عندنا بالبيت لانه البيت لسه ما كان جاهز وكان عندي لا وبرضه يعني عادي كنت حاجه انام لو ما كانش عندي جامعه المهم يا جماعه مع انه صراحه كنا كثير مبسوطين بس يعني تخربت علينا يعني ان شاء الله حتتزوج قريب نشوف بكره بس تتزوج كيف حيصير علي تعال اقعد عندنا تعال خلينا نشوفك شوف اهلك انا ما اعرف اوكي المهم طيب وليد سؤال بستنوه كل الناس نعم يور ويدينج يور ويدينج العرسك يعني عرسي ان شاء الله متى حيكون ما راح نعلن هلا بس يصير وقت العرس راح نعملكم ان شاء الله فيديو نفرجيكم ونحكي لكم مش حنخبي عليكم يعني بس لسه مو هلا شو يعني هاي ما بعرف احكي المهم يعني هلا لسه مو هلا العرس بس قريبا يعني برضو مش مطول بس لا حتعرفوا ان شاء الله مو كيفك مبلغ مو قريبا لا مبلغ قريب شو اللي قريبا بدك تحكي
بس قريبا بعرفش يعني قريبا ممكن يكون مثلا بعد سنة. لا إله إلا الله. ممكن بعد شهر. لا ما بصير. ممكن بعد خمس شهور، ممكن بعد سنتين مثلا عادي. يعني يعني قريبا أنا عندي باللي جوا عندي فاهم. أوكي. طيب وليد. نعم. عرفنا متى موعد العرس يعني. طب أعلن أنا بصير؟ لا. ما بعرف. لا تصير لا تصير. فكر ما بعرف لاني طيب انه مش مشي ما انت تقول رايح لانه انا هيك بقعد ارمي ايك اي شهر مثلا. طيب شو بدك؟ المهم لنفترض وليد لا قدر الله لا قدر الله استمرت هاي الظرف اللي احنا فيه جائحة كورونا استمرت فترة طويلة لسه كمان سنة مثلا. اوكي كيف راح تعمل عرسك؟ ايه كمان سنة؟ لا وقتها راح يعني قزرت. لا راح نتعامل مع الامر الواقع. ايوه ونعمل ما حتعمل عرس يعني. يعني ممكن نعمل فيش فيديو عرس ما خلص شو خلني اجاوب. طيب طب يعني حيكون في يعني لها ترتيبات مختلفه ما حيكون عرس بس حيكون يعني ترتيبات مختلفه كيف ترتيبات مختلفه ترتيبات مختلفه حيكون تمام بس يعني حنلتزم بالشروط الصحيه والاشياء هاي يعني اذا كان وقت يعني حنعزم مثلا ماما وبابا حنعزمهم اكيد صح وجاد واياد وهيك وبرضه يعني اهلها لنور واخوانها وهيك يعني صح حنعزمهم هذول اكيد الباقي ما بعرف شو مو يعني الله اعلم. هذا الولد بعرفش انا هو اللي صاحي من النوم ولا انا اللي صاحي. المهم يا جماعه فلذا هيك شو نفهم من كلامك يعني نفهم انه يعني كل شيء بوقته حلو يعني ان شاء الله خير يعني ربنا بييسر الامور. ما جاوب جواب صريح الناس حابين يعرفوا هذا الجواب الصريح انه ان شاء الله بس يجي وقت العرس ان شاء الله ربنا بيكون ييسر. متى وقت العرس؟ خلاص ما حكي هلا انت شو بدك في موعد العرس؟ نسوي فيديو لسه بس يجي وقت العرس حرن لك واقول لك تعال سوي فيديو تمام تعال. خلاص تمام طب نرجع ليش ما كنت نايم عندنا بالبيت؟ ما حكينا عشان الجامعة صح معلش انت كنت نايم بالجامعة ولا شو بدك عصو خلص لا بس والله كنا حابين نعرف هاي الأسئلة بس هدول الأسئلة بس هدول الأسئلة أوكي. وفي كمان سؤال أوكي وليد السؤال الأخير نعم إن شاء الله يعني قريبا ما بعرف قريبا تبعتك متى متى حتبلش جهز بيتك وهل حتاخذني معكم بدي شو دخلك انت في الموضوع؟ عشان اختار لكم بيت مكان مميز. ماذا؟ انا بعرف بالاختيارات اللي شو اسمه. واضح خبره ما شاء الله عنك. انا عقاري كبير. انت شو؟ عقاري يعني بتعمل عقار هذول. يلا جدول متى حتجهزوا بيتكم؟ قبل العرس بشوي. عشان بدنا نزوركم، حابين نزوركم. ان شاء الله بس نجهز البيت وبعد العرس ان شاء الله بنعزمكم تعزموني هيك اصير اجي ازوركم بالبيت. ان شاء الله. تعزموني على العشاء وهيك وبالبيت عندكم. بتجيب عشاء معك وبتيجي؟ لا اذا ما بمزح معك قاعد بحكي جدا ولا ما بمزح معك. ليش اجيب عشاء؟ انت رجل متزوج المفروض انت انا اخوك الصغير. شو يعني؟ يعني المفروض انت تحكي العصوم عازمك على العشاء عندنا بالبيت تعال. طب ماشي عازمك على العشاء بس جيبه معك. طيب ما بتضحك قاعد بحكي جد. طب خلص ماشي عازمك على العشاء حتسكر بعيد عنه صح؟ لا عشان نرتاح. شو يهودي انا؟ ايش فيه؟ لا لا حتسكنوا بعيد ولا قريب من عندنا؟ يا حبيبي ما بعرف بس ندور على البيت. انت لسه ما دورتوا على بيت؟ لا الحمد لله. يا رب يعني طب يعني كيف حيكون بيتكم حلو مش حلو؟ انت شو بدك؟ مش عارف يعني وسط خلص حنجيب وسط تمام خلص تمام شكرا لكم. نور تحياتنا اليك اذا كنت بتشوف الفيديو وإذا بتحبوا بعطيكم هلا خيارات اثاث وهيك بحيث انه بس تيجوا تختاروا البيت يكون كل شيء تمام تمام حلو تمام اوكي يا جماعه هيك بكون وصلنا لهذا الفيديو اطلع برا اوكي لا بس بدي اختم الفيديو لحالي اختم الفيديو لحالك اطلع برا باي اطلع برا باي. طيب يا جماعه شو اسمه يعني شو بدنا نحكي ان شاء الله يا جماعه كل شيء في وقته حلو ان شاء الله فيديو العرس او وقت العرس راح نعمل راح عصوم معلش اسف اتاكد تفضل كمل عصوم راح يعمل لكم فيديو ان شاء الله وبس وان شاء الله تكون عجبكم الفيديو اللي هو انا ما بعرف شو هو اصلا بس انا صحيت هلا من النوم وعصوم اجي جابني حطني هنا وانا حختم يعني باختصار فان شاء الله يكون عجبكم واستمتعتوا معنا لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب تضغطوا على جرس التنبيه عشان يوصلكم كل جديد ولا تنسوا تتابعونا على موقع التواصل الاجتماعي راح تلاقوا الرابط تحت بالدسكريبشن ونشوفكم بحلقات تانية ومع السلامة.